تعتبر الأنا مركز الشعور والإدراك والتفكير وتبصر العواقب لهذا، فهو يقوم بالحد من اندفاعات الهروبية اللامحدودة واللامعقولة، ويحاول تعديل سلوكه. بمعنى أي إن الأنا هو الذي يوجه وينظم على عمليات توافق الشخص مع البيئة والتوترات التي تحفز الشخصية، والفرد يعلم به ولكنه لا يستطيع أن يتجنبه، أو الأفعال المازوخية في الشخصية، إذ إنه يميل تميل الأنا أو تعمل الأنا كوسيط، عملها كوسيط بين الهو والعالم الخارجي. إنه يعمل وفق مبدأ الواقع، الأنا تعمل وفق مبدأ الواقع، يمثل الإدراك والتفكير والحكمة الملائمة العقلية، يشرف على النشاط الإرادي للفرد، يعتبر مركز الشعور، إلا أن كثيرا من عملياته توجد فيما قبل الشعور، يوازن بين رغبات الهو والمعارضة من الأنا الأعلى والعالم الخارجي. وإذ فشل في ذلك أصابه القلق ولجأ إلى تخفيفه عن طريق الحيل الدفاعية.